لا انا ما بخفيك، في حالات كثير نساء اشتغلوا معنا صار عندهم نوع من التنمر على ازواجهم، فصرنا نحن نحل المشكله بينه وبين زوجها. نحن على تصالح مع المجتمع ومع قيم المجتمع ومع الرجل، بدنا نكون شركاء للرجل ببناء العائله وبناء المجتمع. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. أونس ما هيك؟ إنه البيت فوق والورشة تحت. أيوه يلا هيك يعني ما فيها مشكلة بقى انه الواحد ياخذ بيتين والله احسن يعني بتعرف بترتاح يعني خاصة النسوان دغري يجيبونا كذا يجيبونا كذا دغري بتلبي لهم طلبات وبتطالعوا لفوق يعني خدماتك هون خدمات اللي هون يعني بقصد تجاريا يعني انت اربح لك انه اخذ بيت اما بدك تاخذ طابقين يعني يعني صاحب البيت شوي كمان بيخف عليك السعر وانت بعدين يعني بالنسبة للمهنة يعني ما في لا مكان عالي ولا شيء كله لا شوي شوي وعلى مهنة الشغل كله على مهنة لأنه فستان العرس يعني بده شوية هيك دقة وبمكان صغير بإمكانك تعمله كمان يعني يلا منيح يعني انه على ما يبدو هي مهنتك الاساسيه ايوه انا اشتغلت بلبنان 14 سنه وبعدها جينا على اسطنبول اول شيء فتحت ببيتي يعني اللي هو فوق وبعدين وقت اللي فضيت هون تحت وكانت متوسع شغلي الحمد لله قمت رجعت استاجرت شوي 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 يعني هلا بحلب في اسماء معروفه بالنسبه لموضوع التصميم وال التصميم وكذا طبعا في كثير اسماء تذكرون والله هلا اذا قلت لك لانه انا خريج لبنان مش انا شيء بعرف اللبنانيين اكثر من الحلبيه بصراحه يعني طيب بشكل عام كسوريين يعني لهم يعني باع بهالقصه من زمان طبعاً يعني طبعا 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 اللبنانيين قبل اكثر اقوى هلا من ناحيه شوف من ناحيه الاقمشه السوريين مبدعين فيه بس من ناحيه التصاميم الازياء اكيد اللبنانيين يعني غالبين بهالامور هذا يعني اللي هون عندهم في يعني بيعملوا مهرجانات بيعملوا مسابقات بيعملوا بالزبط. عروض وبيعملوا شيء عالمي فبالتالي بيستفيدوا نحن شوي كانت القصه بالضبط الديفيليهات اللي بيعملوها اللبنانيه وكذا هذا بتساعدهم وانفتاحهم للخارج يعني يعني نحن كان بعض الامور يعني اذا بدك تعملوا شوي كان بتلبك يعني بتلبك ايوه يا بدك تسوي بالشيراتون يا بدك تسوي يعني محصول مكلف كتير يعني مكلف كتير يعني بدك مين يدعمك من الناحيه الماليه يعني نقول لانه لازم اعلان قوي كتير يعني ايوه هذا الشيء يعني طيب انت طلعت على لبنان يعني بقصد انه تتعلم وتعلمت وصار عندك بالزبط. خبره وكذا من لبنان لهون يعني كم سنه صار لك هون 5 سنين خمس سنوات ايه خمس سنوات قلت لحالك السوريين صاروا باسطنبول روح لعندهم بروح لعندهم شو اللي خلاك يعني انه تفكر تنتقل لبنان صارت صعبه يعني المعيشه فيها لا والله هي مو من ناحيه العمل صار فيها كثير يعني اقامه وما اقامه عمل وهالقصص هاي كلها صارت ضغوط مضايقات يعني مضايقات يعني عرفت بس بينما هون بتركيا صارت انتاحت الفرصة أكثر يعني لإلنا يعني بكل المجالات يعني يعني بيساعدوك بكافة الأمور يعني هلأ هون في سوريين بلشوا يعني يفتحوا محلات عرض ونفس الوقت ورشات صح مزبوط وأنا واحد منهم يعني أنا أجيت أول ما أجيت لهون كان يعني مثل ما قلت لك ببيتي كنت بشتغل هالشغلة هاي الحمد لله هلأ الله رزقني وفتحت محل والحمد لله يعني مشي حالنا يعني طبعا تتعامل أنت مع الأتراك والسوريين طبعا هلأ تعاملي مع الأتراك أكثر من السوريين إيه يعني والعرب يعني كون العرب صاروا كمان يجوا المغتربين ياخذوا من هون فساتين اعراس كمان معاملتي معهم الخليجيين قول يعني هلا في هون نظام انه ياجروا يعني بدله العرس وملابس بتركيا لا مو مثل عندنا بسوريا عندنا بسوريا البدله بياجروها مثلا تنقول مثلا اول لبسه في ثاني لبسه ثالث لبسه هون ما في يعني هون الاجار مثل الشري يعني بيفرق مثلا 200 ليره تركي بينما عندنا بسوريا كان الاجار بيفرق مثل ما بيقول
قد نص حقه كمان وأقل يعني. مشان مش لك الأمرأة بهالقصة ولا بس إلى رأيي؟ لا والله بس هيك مثل ما بتقول تساعدني معنويا يعني. أكيد بكفي. أكيد طبعا يعني. تلاشتك يعني مو حلبية حلبية. والله نحن من منطقة عزاز. منطقة عزاز ضيعة اسمها حوار كلس، يعني قريبة كتير على الحدود، يعني نحن بالضيعة كلية بنحكي بالتركي كنا يعني. الله يعطيك العافية. الله يعطيك. الاسم الكريم جمعة علاوي. أهلا وسهلا فيك أخي جمعة، إن شاء الله هيك ولاية الرزق. الله يسلمك دائما. الله يسلمك. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. كيف الصحه؟ الله يحفظكم. طلعت من بعيد قلت لحالي والله بجوز كانه ما في حدا بالمحل. وسهلا. الله يعطيك العافيه. والله شيء حلو يعني، الواحد يعني له علاقه بالتصميم ونفس الوقت شيء له علاقه بالتراث. اي والله هو بيجمع بين التراث ويعني وبين اللبس الزي الاسلامي لاهل العلم، فاجمالا يعني خاصه انه ببلاد الشام دائما بيلبسوا مثلا الجبب السادة. أيوة. فهون أنا وقت دخلت بالعمل والعمائم فوجدت اللبس العثماني. أيوة. الجبب المطرزة يعني من الأشكال هاي. أيوة. طلعت عليها. أيوة. أكثر صار في محبة إلها كتير يعني، وخاصة أكثر المنشدين يعني بيحبوا هذا الزي المنقش يعني عليه نقش، يعني له هوية وبنفس الوقت يعني رتابته وألوانه. نعم. أي نعم. ينسجم مع الجو. نعم. أي نعم، بيجمع بين الزي الإسلامي وبين التراث يعني والزي العثماني. هلأ في شيء بسوريا كان يعني ببعض المحافظات بنشوف هاي العمائم موجودة يعني لليوم فيه. أي نعم، يعني ما انقرضت يعني موجودة. هلأ العمائم إجمالا الخضر أو البيض. صحيح. الخضر أكثر يعني. صحيح. هلأ العمائم أولا هو زي لأهل العلم. بس في مثلا مشايخ طرق مثلا ينسب لهم مثلا العمائم الخضراء مثلا للطريقة الرفاعية أو القادرية. النقشبندية وين؟ أو النقشبندية أو هون. هلأ في طريقة النقشبندية في تركيا عند الشيخ محمود أفندي. الله يعافيه. والشيخ ناظم الحقاني رحمه الله في قبرص. فهي الطريقة النقشبندية، وفي الطريقة الشاذلية طبعا. بس عمائم بيضة يعني. الميلوية فيها كمان زي. صحيح. ونفس الوقت كل الطرق تستخدم هذا. نعم. هلأ هو الميلوية هو لباس فضفاض طبعا مشهور بيلبسوه بالحفلات الإسلامية إن صح التعبير. بس هو إجمالا شامل كامل يعني، ما بيحددوا فيه طريقة. فبتلاحظ مثلا بفرق إنشادية مثلا تلاقي هو مثلا هذا الإنسان اللي عم يعمل خلينا نقول الحركات الذكر، فمثل عملية حضور يعني عم يستحضر ذكر الله بطريقة شيء روحاني. شيء روحاني. اي نعم. اما هو مو منسوب لحدا، هو اجمالا يعني له ناسه. أيوة. له مين اسسه. صحيح. الله يعطيك العافية. صار لك زمان يعني مباشر ولا تأخرت، او هي القصة يعني اخذها من والدك ولا؟ والله انا من الشام الحمد لله يعني، كنت انا لف تقريبا يعني هلا صار لي 15 سنة الحمد لله أنا بلف عمائم. طبعا بالشام أنا كنت متفرغ للعمائم لمشايخنا يعني وإجمالا يعني الزي الإسلامي. بس هون مثلا في توسعة أكثر، وخاصة أنه إسطنبول مثلا إجمالا كل الناس بتجي عليها. فصار طلاب العلم والأجانب مثلا اللي مثلا ما من عادتهم يلبسوا الزي الإسلامي صار يطلبوه. أيوه. اي نعم. بشوفوا غريب او بشوفوا، خاصة انه مثلا بعض الصور بنزلها عن طريق الانترنت، فبشوفوا اشكال جديدة مثلا فبيطلبوه، بيحبوا هذا الامر. يعني باسطنبول محلات مثل هذا النوع موجودة؟ في تنافس؟ في هلا بتركيا هون اغلب الشيء هن مشهورين، وانا حتى اطلعت على صفحاتهم. وكنت انا اشتغل لبعض الشركات الكبيرة هون الحمد لله بلف العمائم حصرا. طبعا الطرابيش التركية المشهورة هي. أيوة. المسلفنة والجبب التركية السادة اللي بتكون قصيرة من تحت أو اللي عليها تطريز. فالحمد لله أنا وقت دخلت وشافوا العمل العمائم بأشكال جديدة ما بيعرفوها، فحبوا هذا الموضوع
وطبعا ما في منافسة، هي أكثر ما أكثر أنه في أمور مثلا عندي إياها أنا مثلا عم بحبوها مثلا أهل العلم هن ما عندهم إياها، فيصير في نوع من التعامل يعني بين بعضنا. الله يعطيك العافية. الاسم الكريم؟ أنا اسمي ياسر تركماني من الشام الميدان. أهلا وسهلا فيك، موفق إن شاء الله. ما معه ولا أي موسيقى ولا مستند ولا شيء، بده مستند في طريقة ما ولا اسم. المشكلة إنه كتار ما اللي ما معه هيك شيء. والله كتار سألوني بأنقرة قديش بتقدري عددهم، قلت لهم فوق 50,000 اللي باسطنبول، اللي باسطنبول يعني أعداد نساء لا مش نساء عائلات مع عائلاتهم يعني أعداد كبيرة، لسه مشاكلهم القانونية ما انحلت. وللأسف نحن بنقول للسوريين لك يا جماعة شوفوا غير اسطنبول، روحوا لاسطنبول تعبيت بيجوا لهون، وقفوا لأنه الواحد ينتقل لمنطقة ثانية. بعدين في طريقة أنه ينقل الكملة تبعه ل يعني إذا سواب بعيد. والله الحقيقة القوانين واضحة، قالوا لك أنه اعمل كملك وعود بالمنطقة اللي أنت فيها، إذا بدك تنتقل لمنطقة ثانية ما حتستفيد من الخدمات الصحية أو التعليمية مجانا. المشكلة اللي شغله هون شو بيساوي؟ هاي المشكلة. يعني أنا بتأمل إنه إن شاء الله يلاقوا حل لهي القصة هي، بلكي إن شاء الله شوي شوي القوانين عم تسهل. يعني أول شيء حلوا موضوع الكملك تبع الطلاب، الآن الطلاب السوريين اللي ما عندهم كملك كلهم استوعبون ضمن المدارس المؤقتة، هاي المدارس المؤقتة هي هلا آخر سنة حتكون، بعد هيك جميع الطلاب حيتم استيعابهم بالمدارس التركية. هلا اللي عم يتفرج علينا بفكرك مسؤولة بشي مكان له علاقة بالإقامات والكملك. لا بس على قد ما بتجينا حالات والله أستاذ عم. إيه بس هيك بلشنا نحنا. على قد ما مساكين النسوان نساء السوريات دائما بتصلوا فينا يا جماعة عندنا مشكلة بالإقامة، يا جماعة عندنا مشاكل، عندنا يعني هي المشاكل القانونية رقم واحد صايرة، بعدين عم تجي مشاكل العمل. ما بتحسني تاخدي حتى جواب رسمي من حتى المحامين السوريين هون، بتروحي بتسألي كتير محامين بيعطوكي شيء يعني نادرا ما تلاقي، الأغلبية هيك يعني. المفروض يدرسوا القانون التركي مزبوط ما يريحونا، يدرسوا القانون التركي. وأنا يعني دائما منطالب إنه السوريين والأتراك بهذا المجال القانوني يشتغلوا سوا، يعني نحن منقدم نصائح شو الحل الأنسب، وإنن يعني أنا برأيي عم يتعاونوا وعم يحاولوا قدر المستطاع. من الآن في سوريين كتير عم اللي ما معهم إقامة اسطنبول عم يطالعوا إقامات كملك من المناطق المحيطة، وهذا الحل لازم يصير. يعني هلأ حضرتك بلشتي بالعمل الإغاثي بمجال الجمعيات صار لك فترة طويلة؟ أنا من زمان بسوريا بشتغل بالعمل التطوعي، من زمان عمل تطوعي يعني بينات بعضنا، العمل المجتمع المدني بنحبه. طبعا أنت بتعرف في سوريا ما كان في حراك مدني، كان في اتحاد نسائي وتبع هيك النظارات لقدام والعبسة هي ما بنحبها يعني، فنحن يعني كنا هيك مجتمع مدني لحالنا، رفقات أصحاب فعاليات دورات تطوير كذا، نجتمع مع بعض نعمل أنشطة مجتمع مدني. سبحان الله شاءت الظروف انه بعد ما بلشت الثورة يتيح لنا فرصة انه هذا العمل اللي عملناه كنا لحالنا نقطره ضمن اطار مؤسساتي. كان دورة تدريبية ده؟ والله حقيقة صح، يعني هذا الامر جدا مهم، قطرناه ضمن اطار مؤسساتي اللي هو كان ناقصنا. نحن ما عندنا خبرة بالعمل المؤسساتي اكون صريحة معك، يعني بسوريا كان في انه شركات تتأسس تجارية، اما منظمات مجتمع مدني تشتغل ضمن عمل مؤسساتي لا، كانت سهول ونظام داخلي وما يعني كانت الأمور مركزية بإيد الدولة بس. أما لا الحمد لله بعد الثورة أتاحت لنا الثورة فرصة أنه نشتغل عمل مؤسساتي ونقطر العملنا اللي كان تطوعي من زمان ضمن إطار مؤسساتي. يعني هلأ صرتي تعرفي إذا اشتغلتي في نتيجة؟ نعم بالنهاية بتعرفي لوين رايحة؟ طبعا إن كان مستفيدين، إن كان إنديكيترز اللي هي مؤشرات، مؤشرات العمل، مؤشرات النجاح، إن كان أنت عندك كيف ترتبط، كيف أنت توثق عملك، توثيق العمل مهم جدا. يعني طريقة التعامل مع الناس بعمل مؤسساتي كمان غير لما يكون في عمل تطوعي، انت لما بتشتغل عمل تطوعي ما حدا بيجي بيطلب منك انه انت شو اشتغلت وين التوثيقات تبعاتك، لا هون بالعمل المؤسساتي لازم يكون في اجراءات تمشي فيها وبعدين تاكل الثمرة وتوثق هذا العمل وتفرجيه للناس. اشراقات قديش عمرها؟ 4 سنين. اه منيح 4 سنين. نعم 4 سنين باسطنبول. ايه والله 4 سنين وعم يعني في خطوات وإيجابية وصلتوا لمرحلة إنه مشكلتكم العدد الكبير والمسائل اللي ممكن كيف ممكن الواحد يوزع أي شيء للأسرة السورية. حقيقة في حاجة
دلوقتي حاجة شديدة، وأنا منهم بدعو أنه يتم إنشاء المزيد والمزيد من التجمعات النسائية. في حاجة لأنه المرأة تشتغل بمكان يناسبها، بمكان تحس فيه بالانتماء، بمكان تحس فيه بالراحة. شو ما بدها تعمل يعني، أي شيء بدها تعمله تخليها تأخذ راحتها وبنفس الوقت تشتغل. باسطنبول ما في مجال تعيش وما تشتغل، هي مستحيلة. معادلة لحد الآن بيقول لك معادلة مستحيلة الحل، أنا بقول لك هي إذا بدك تعيش باسطنبول ما بيصير بدون شغل. طب المرأة بدها تشتغل، طب أي مكان بيناسبها؟ لا، لازم نأمن لها مكان يكون نوعا ما مناسب لها، وهذا اللي عملته إشراقات. في طاقات هلا يعني صار واضح إنه المرأة السورية في تركيا، يعني نحن قريبين بجوز أكثر باسطنبول، إنه أثبتت يعني بشغلها رغم إنه أحيانا بتلاقي سنة كبير، فهذا واضح تماما يعني نسبته بين الرجال صارت قريبة. نعم نعم صحيح. يعني أول شيء نحن عملنا استبيانات، ولحد الآن نعمل استبيانات، أخذنا 4000 امرأة، 65% منهم طلعوا إما خريجات معاهد أو خريجات جامعة اللي باسطنبول. إذا أنت عندك نسبة نساء كفاءة عالية جدا. واحد اثنين، مثل ما عم تقول نشيطات بيشتغلوا. أنا عنا هلأ بإشراقات منتدى المرأة السورية مشروع اسمه يان سيميلر، مشروع خياطة بس على مستوى، على مستوى تجاري، بحيث النساء بتصنع من بيع والمبالغ بترجع لعندهم. مديرة المشروع عمرها 65 وقدرانة لهلأ أنه بخبرتها تمشي المشروع بطريقة رائعة جدا. بتشوفوا حالات كتير على أنه في نساء عندها مشاكل مع أسرتها، يعني مع أزواجها، مع يعني هذا الأكثر عقدة يعني. صحيح. الحقيقة بعد الأحداث اللي صارت بسوريا والناس بعد ما طلعت لهم زادت مستويات المشاكل الأسرية لدرجة كثير كبيرة. وما بيقولوا المرأة بسوريا وقت اللي طلعت من سوريا أخذت حريتها أكثر. أنت مع هذا الكلام ولا فيه؟ هلا هو بيقولوا هيك، بس هي الحقيقة اللي بدك تقولها أنه كان في ظلم اجتماعي للمرأة، هذا شيء ما بنقدر ننكره. صح. وهذا الظلم الاجتماعي تم علاجه بطرق خاطئة كتير. هلأ وطلعت المرأة لهون حسيت حالها أنه عندها مجال. هلأ أنا ما بخفيك في حالات كتير نساء اشتغلوا معنا صار عندهم نوع من التنمر على أزواجهم، فصرنا نحن نحل المشكلة بينه وبين زوجها. يعني هذا الأمر بحد ذاته له سلبية وله إيجابية. رجال كتير ما عم تشتغلها قاعدة. يعني هو بده يصير تعاون بين المرأة والرجل هلأ. ونحن حقيقة أنا حكيت كلمة هون أنه بمؤسستنا أبدا ما نشتغل ضد الرجل، نحن على تصالح مع المجتمع ومع قيم المجتمع ومع الرجل، بدنا نكون شركاء للرجل ببناء العائلة وبناء المجتمع. هذا من سياستنا ومبادئنا ومن قيمنا بالمؤسسة. إذا كان في مشاكل بين النساء والرجال نحن بنساعد أنه نحلها. يعني هذا الأمر جدا مهم، وأنا بدعي من هون كل مرأة أبدا ما فيها. أنا حكيت كلمة بمؤتمر كان عندنا مرشة تدريبية، إذا المرأة بدها تنجح بدون مساعدة الأهل ومع التنمر والتمرد على الأهل وعلى الزوج بتقدر تنجح، بس حتفقد الاستقرار الأسري، حتفقد الاستقرار العاطفي، حتفقد الأمان النفسي. أما أنت حققي المعادلة الحلوة اللي هي أني أنا أقدر انجح مع دعم الأهل والزوج، وهذا الشيء لازم اتفق فيه معهم، لازم هنن يسندوني وأنا أمن لهم المعطيات لحتى يثقوا فيني أني أنا أدراني بشغلي حقق لهم توازن الأسرة. مو والله أنا اشتغلت معناها أتمرد عليهم وأتنمر عليهم، لا، أنا خليني أشتغل وحقق نجاح بشغلي وبنفس الوقت حقق استقرار أسري ونفسي لألي. يعني أول مرة نحن بنلتقي بإشراقات، ما أول مرة ضد المرأة السورية، أول مرة. نعم. ليش يعني شو يعني أنتم عم تخبرونا ولا نحن مدريانين فيكم ولا نتين سوا؟ يعني نحن الحقيقة عندنا نسبة وصول عالية للنساء، بس يمكن نحن والله مقصرين مع وسائل الإعلام. يعني لازم يكون عندنا جهد إعلامي أكثر. هلأ صار في عندنا دائرة إعلامية خاصة، صار في إن شاء الله حيصير في تواصل دائم مع وسائل الإعلام. نحن صار في إلى سلبيات كثيرة. إذا دريوا العالم شو عم تساووا فيكثر العدد أكثر. يعني اليوم نحن ما حكينا، اليوم جايين انتو هون توزعوا ما هيك شيلوا على ماكينات الخياطة موعودين فيها من زمان. لا والله يعني نحن بس من شهر تقريبا نسقنا للموضوع. هو هذا المشروع باكورة المشاريع يعني باسطنبول بهذا المجال. النساء بدهم يشتغلوا ببيتهم، اما بيخففوا مصاريف عن طريق هاي الماكينة او لا بزيدوا دخل الأسرة عن طريق هاي الماكينة. ف
فانت بهالطريقه بتساعدهم على القصه. لا انت عم تقول شلون الوصول للنساء، طبعا احنا ما كثير فينا نعلن على وسائل الاعلام هذا الشيء لانه الاعداد كبيره مثل ما قلت، بس الاولويه كانت لشو؟ للنساء الارامل، زوجات الشهداء والمطلقات والمنفصلات، يعني بمعنى انه اللي ما عنده رجل معيل، لما بيكون رجل بالبيت بيقدر هو يامن، بس المراه اللي ما عندها معيل حرام تنترك للمجتمع، وخاصه مجتمع مثل اسطنبول. يعني هذا الهدف كان. اسمي كريم. ميساء سعيد. اهلا وسهلا فيك. ام شو؟ ام عمر، بس ما اجاني عمر، اجتني مسك. الله يسلم لك اياها. يا ام مسك، هلا نحن يعني في اسئله كثير بدها الناس تجاوب عليها بصراحه، فطالما انت منفتحه وبتحكي رح نسال ناخذ راحتنا. اذا بقدر جاوب جاوب، ما بقدر بقول لك ما بقدر. اكيد؟ اي لك ما بتجاملي اذا كنت بتا. لا يعني بقول لك ما بقدر. أصلاً ما بقدر. هلا أنت من دمشق؟ أنا من الغوطة الشرقية. الغوطة الشرقية. طب رجيت إلى اسطنبول، قديش شفتي بقى يعني الحمصي والشامي والحلبي والديري والدرعاوي الكل؟ صار في عندك يعني شيء جديد ما بدالها حطيتيها، كان صعب عليكي استيعاب هيك قصة وتأزمتي كيف؟ يعني كل شيء له طبع، كل شيء له. هو شوف الـ الـ المرأة السورية يعني بكل سورية هي متجاوبة، عندها إيجابية، عندها مرونة مختلفة عن ايه، عندها مرونة. نحن عندنا تقبل بهذا الشيء، المرأة السورية عندها تقبل. الآن الكادر بإشراقها فيه حمصي وفيه حلبي وفيه شامي وفيه أدلبي من كل المحافظات السورية، وفيه من دير الزور وفيه من درعا. فهي الفكرة، فكرة انه انت لما تطلع وتعمل كيان يعني او تجمع يجتمع كل السوريين فيه، والله فكرة منيحة. انت حاسس حالك عم تعيش بسوريا، مو انه انت محصور بقوقعة المناطقية. فانا هي الفكرة عجبتني وراقت لي، وحسيت انه حتى النساء ما عندهم مشكلة فيها. نحن كتير اجتماعاتنا كنا وقت بالذات الحلبي والشامي بتناقروا. بس الحلبي والشامي، لا الحمصي والحموي كمان، ديري والرقاوي، بس هي اكثر شيء. انت من الغوطه من وين؟ انا الغوطه الشرقيه. هلا مر لي اياها. الغوطه الشرقيه اصحاب مع الغوطه الغربيه. لكان اي والله. والنعم من كل الناس. هي الفكره وين؟ الفكره انه حتى بنقاشاتنا هون بالمؤسسه ركزنا على النقطه واعطيناها بعد نوعا ما يعني فيه مزح، والعالم صارت تتقبل بعضها. اول شيء بالبدايه العمل بينات بعض كان في نوع من الحساسيه، بس بحكم هلا انه لا الظروف جمعتنا خلص تعودوا على بعض، وصاروا بالعكس الشامية تطلب أكل الحلبية والحلبية تطلب أكل الشامية، ويتعلموا من بعض اللهجات وشو الفروقات، وصاروا ياخدوها على أساس أنه هي جزء من الحياة، بيكملوا بعض يعني، فهي إيجابية. أنا أعطيك العافية. مصورنا من الغوطة ابتسم وقت اللي قلتي من الغوطة. مين؟ بالله ما شاء الله. أي أيوة والله. أهلا وسهلا فيكي. شكرا لك ويعطيك العافية. تشرفنا فيكم واهلا وسهلا فيكم دائما، وان شاء الله نحن لازم نضل على تواصل نخبركم نشاطاتنا يعني ان شاء الله. ما يضل. شكرا لكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي. شكرا. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعه معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعه وياكم.